إنك أنت مخنوق، فبأي إجابة أجاوبك؟ السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام. الشيخ. أنا عندي سنوات وأنا أعاني من تعطيلات كبيرة، طيب، تعطلت تعطلت عندي تعطيلات وعندي وجيع في بدني، طيب في بدني كامل، في ظهري، في أسفل الظهر، في الرأس، في طيب صوابعي، في رجلي. طيب رحت لبرشا دكاترة، عملت الفحوصات كاملة وقالوا لي ما عندك حتى حاجة، عندك مرض وهمي. طيب، أول حاجة مسألة التعطيلات، خليني أسألك سؤال بس. دي إحنا عرفنا الأتعاب اللي موجودة عندك، موجودة في البطن، موجودة أسفل الظهر، موجودة في الأطراف، موجودة عندك في الركب وفي المفاصل، عرفنا المشكلة ديت. لكن خلينا نتكلم على موضوع التعطيلات بصفة عامة. التعطيلات تقصدي مثلا أنت طبعا أكيد متزوجة وعندك أولاد، تقصدي مثلا في التجارة، في الشغل، عند أولادك، في الدراسة، في الحاجات دي كلها، صح؟ في كل شيء. طيب اذا خلينا اسالك سؤال اخر قبل ما تيجي المشكله الموجوده عندك محلوله. لكن هل السؤال ده، انت صليت العشاء النهارده؟ صليت العشاء، بتصلي جميع الفروض في اوقاتها؟ نصلي الفروض، عندي 3 سنين من اللي نصلي. بس طيب الحمد لله. طيب انا ماشي. السؤال الثاني، في صله رحم مقطوعه؟ صلة رحم مقطوعة فين؟ من اللي عندي 3 سنين، من اللي رحت للراقي، عندي شفت خمسة رقاد، زوز من تونس، 3 في الأوروبا. أنا نسكن في فرنسا، أنا أنا تونسية فهمت ونسكن في فرنسا. ماشي. إحنا عايزين بس قدر الإمكان إن صلة الرحم المقطوعة إن إحنا نوصلها، بس مش محتاجين أكتر من كده. طيب بالنسبة لموضوع التعطيلات، موضوع التعطيلات في الأرزاق، موضوع التعطيلات في المعيشة في الحياة، فده مرتبط بحاجة واحدة فقط لا غير، تقديم أعمال صالحة وقربات لله جل وعلا، مقابل إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عني ما أنا فيه من محن، ويفرج عني ما أنا فيه من إيه، من مضايقات ومشاكل. قال الله عز وجل في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه. فانت عايزه تعيش حياه طيبه بدون التعطيلات، فهنا لازم يكون ان في اعمال صالحه. هذا مرتبط بيك الحمد لله. بعلاقتك مع الله جل وعلا. بس انا بس عايزك ايه، تتزودي. انا عايزك تتزودي، فتزود وتزودوا فان خير الزاد التقوى. تزودي من الاعمال الصالحه وسال الله عز وجل ان يحييك الحياه الطيبه، هتحييها. اما اللي انا اقدر باذن الله جل وعلا ان انا اساعدك فيه في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دلوقتي، هي موضوع الالام اللي موجوده في بطنك، وموضوع الالام اللي موجوده في الظهر، وموضوع الالام اللي موجوده في الاطراف ديت. انت بتعاني منها بقالك 3 سنين، صحيح؟ أكثر من 3 سنين، أكثر طيب من 3 سنين من اللي رحت شفت الراقي قال لي عندك سحر وعندك أنواع متعددة في السحر. طيب وأنا لقيت قدام الدار، لقيت عندي سحر مرشوش، أنا رشولي السحر قدام الدار. طيب إلا تفارقت مع راجلي، وديما عندي المشاكل في الدار مع الأولاد، حتى ما يكون حتى عندنا مشكل حتى على أبسط الحوايج. أولادي كانوا ممتازين متربين، توا نحسهم ما همش متربين كما قبل، وما همش يقراوا كما قبل، ما همش. طيب بالنسبة لموضوع الولاد، هنقرأ آية السكينة على ما ينشر بالولاد، تمام؟ وهنعمل أي عمل نتقرب به إلى الله جل وعلا، رجاء إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك الأولاد بتوعك. طيب فرح النجار، هناخدك اتصال بعدها إن شاء الرحمن. قولي بسم الله، هنركز دلوقتي على الآلام اللي موجودة في جسدك. حلو الكلام؟ قولي بسم الله. بسم الله. شوفي يا ستي، غمضي عينك لو سمحتي. حاضر. ابيك بس انك انت يعني تجاوبيني بنعم ولو، ما تفتحيش عينك غير لما اقول لك اتفضلي فتحي عينك. اللحظه اللي انا بكلمك فيها ديت هتبسط، لان في انتفاخ في بطنك وحركه زي قرقعه او حركه لا اراديه او رجه بسيطه في البطن حصلت الان، صح؟ لا، طيب نحس روحي بنرعش. هي دي اللي اقصدها، مش دي اللي اقصدها، يعني بطنك بترتعش، يعني فيها رجه او فيها حركه، صح؟ في بدني كامل نحس روحي ماشي خلاص بنرعش. اتفقنا. بالنسبة لموضوع الظهر، قولي بسم الله لو سمحتي. بسم الله. اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت هنبص، لأن في الظهر عندك حصل إن فيه عبارة عن نبض، نبض خفيف كده زي نبض الجنين. الآن النبض أنت حاسة بيه، والتنميل أو الشدة؟ حاسة بيه.
طيب في نفس اللحظه اللي انا بكلمك فيها ديت، هتبص تلاقي ان اطراف ايدك ابتدت فيها كده زي ايه، وغز، بوغز الابر، زي وغز الابر الحجن. الان حسيتي بيها؟ لا طيب حسيتي بقى في ركبك؟ شوية طيب احنا بقى كل اللي عايزين نقوله بيه، آمنت بالله وحده آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت. وكفرت بالجد وطاروت والطاغوت مين؟ والطاغوت. والطاغوت. بس بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. كل شخص بيسمعنا عنده ألم في الركب، ألم في المفاصل، ألم في البطن، غمض عينك واستمع للركب دي دقيقة. خلاص، ها غمضت عينك، استمع بقى معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت، في برودة في ظهرك وركبك ومفاصلك وبطنك، صحيح؟ لا، عندي رجة كبيرة في الرجل اليمنى. طيب ماشي، طالما رجة رجة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الرجة انتهت وحصلت برودة بعدها ولا لأ؟ لا، حسيت برجة في الرجل اليسرى. حلو قوي، قولي بسم الله وفتح عينك بقى حاجة كده لو سمحتي. بسم الله. دلوقتي الآلام اللي كانت موجودة في ركبك، والآلام اللي كانت موجودة في معدتك، والآلام اللي كانت موجودة في أطرافك، والآلام اللي كانت موجودة في ظهرك، هتسيب الموبايل وهتقوم لمدة دقيقة وتسمي الله، هتلاقي رجلك بتطقطق معاكي ومفاصلك بتطقطق وترجعي لي مرة تانية. قومي مشي 3 دقيقة واحدة وسيب الموبايل، لا تمسكي في إيدك، حط الموبايل وقومي مشي لو سمحتي. يا أستاذة سامعاني؟ سامعاك. طيب خلاص كده، راحت الآلام اللي كانت موجودة في ركبك، وراحت الآلام اللي كانت موجودة في بطنك، وراحت الآلام اللي كانت موجودة في ظهرك، انتهى. ما زالت الألم، نعم؟ ما زالت الألم. فين حتة الآلام اللي موجودة عندك؟ أكثر حاجة نحس بها في ظهري، في رقبتي وأسفل الظهر. طيب لو سمحتي، لو سمحتي قولي بسم الله كده لو سمحتي. بسم الله.
غمض عينك لو تكرمتي. الشيطان اللي موجود في الظهر يسحب نفسه من الظهر الآن ويخرج. اخرج الآن من الظهر. ظهرك الآن من فوق ومن تحت فيهم نبض، صحيح؟ ما كانش، لا ما غير كانش. يوجع، عندي أوجاع كتيرة. قولي كمان مرة بسم الله لو سمحتي. بسم الله. تسحب الآلام اللي موجودة في الظهر والركب الآن. حركي رقبتك مش هتلاقي فيها ألم. ما زال نفس الدرجة؟ أنقص شوية، ما زال نحس بيه كبدح، يبدأ قوي شوية. قولي بسم الله كمان مرة. أنت إيه رأيك في الكي بالنار؟ لدغ النار؟ ما عمري ما عملته، ما نعرفوش. طيب ماشي أوكي، قولي بسم الله لو سمحتي كمان مرة. بسم الله. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي يعدك بنصره وبالمؤمنين. تختفي كل الآلام اللي موجودة في الركبة الآن. بأمر الله تختفي هذه الآلام. قولي بسم الله وحركي رقبتك هتطق معاك إن شاء الرحمن. بسم الله. لا والله، ما زالت الأوجاع، نفس الدرجة؟ بنقص شوي، أخف شوي. طيب انت شكلك هتطولي قوي. طب انت دي يا استاذة ايش رأيك في لدغة النار؟ عندك حد يمسك لك يعني حاجة سخنة ولدغك بيها في مكان، في مكانين معينين هعلمهم هقول لك عليهم، ولا صعب عليكي؟ صعب عليا ولادي، ما طيب قولي ولادي. بسم الله. طيب قولي بسم الله لو سمحت مرة تانية. بسم الله. تختفي كل الآلام اللي موجودة في الرقبة الآن. تسحب الآلام اللي موجودة في الرقبة الآن. تسحب هذه الآلام اللي موجودة في الرقبة. تسحب 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 إلى الأسفل. تسحب إلى الأسفل الآن. في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دهيت، في شيء بينشد من رقبتك لدلعك الشمال. شوية ما تقولي بالله عليك يا حاجة، بص اسمعيني. لو أنت بتكلميني وعندك اقتناع إن الآلام بتاعتك ديت ملهاش علاج، فنقفل الاتصال ونريح راسنا. أما لو أنت عندك قناعة إن الموضوع اللي عندك ده هيختفي، فخليكي مواصلة معايا عشان بس ما نطولش مع بعض. قولي حسبي الله ونعم الوكيل، وغمضي عينك وقولي بسم الله، وركزي في اماكن الالم اللي موجوده عندك. تجاوبيني على الحاجه وركزي فيها. بسم الله. تسحب كل حاضر. الالام بسم اللي الله. موجوده في الرقبه الان. تسحب جميع الالام اللي موجوده في الرقبه دي الان. تختفي كل الالام اللي موجوده في الرقبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. تسكن هذه الالام وتختفي نهائيا. قولي بسم الله. حركي رقبتك. راح الالم منها. والله ما زال شوية، ما زال خف بنسبة قد إيه طيب لو سمحتي؟ يمكن 50%. لا 50%. قولي بسم الله تاني لو سمحت، الله يرضى عنك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت تسمعيني بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهما أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهما أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تضرب عنق الخبيث اللي ساكن في الظهر، في الرقبة وأسفل الظهر. تضرب عنقه الآن. وأنا بكلمك في نبض عندك في رقبتك وأسفل ظهرك، صح؟ عندي رجة في ظهري. طيب يقتل هذا الخبيث وينزع نزع. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفجرنا فيها من العيون. تفجر العقد اللي موجودة في الرقبة الآن. حصل عندك طقتين في رقبتك، صح؟ صح. طيب حلو قوي كده، العقد اهي اتفكت. قولي بسم الله وحركي رقبتك لو سمحتي. بسم الله. راحت الآلام اللي موجودة في الرقبة. أحسن بكتير. ما أبغى أحسن بكتير يا أستاذة، أبغى إن مفيش ألم. قولي بسم الله وحركي رقبتك يا أستاذة. بسم الله. راحت الآلام اللي في الرقبة. كنا ندورها على اليمين، كانت نحس شوية وجيع، مش وجيع كبيرة، مش شوية.
انت صلك قد ايه ما بتحركيش رقبتك لو سمحت ممكن اعرف؟ كل يوم بحركها انا اسالك سؤال، صلك قد ايه عندك الالم ده؟ الآلام عندي بالذات، عندي برشا أعوام سنين، يعني كام سنة؟ كام سنة؟ عندي 5 سنوات كون طيب نعاني من الآلام. طيب قولي بسم الله كمان مرة، بسم الله. حركي رقبتك كمان مرة، وقومي حركي ظهرك هتلاقي الآلام سكنت نهائيا. قولي بسم الله وحركيهم، وحركي معدتك بسم وأطرافك الله. هتلاقي ما فيهمش ألم. بسم الله. هيا يا أستاذة، راحت الآلام ولا باين؟ أسفل الظهر ما زلت شوية. طيب احنا بقى شغالين ايه؟ احنا دلوقتي شغالين في موضوع سمكرة، احنا سمكرنا كده الرقبة ان شاء الرحمن، ما عادش فيها ألم في الرقبة صح؟ أحسن كتير. انا مش عايز احسن كتير، انا عايز ان مفيش ألم. غير شوية، مش برشا. أحسن، طيب تحسنت كتير من الرقبة. طيب ماشي، ننزل على اسفل الظهر كده، قولي بسم الله لو سمحتي. بسم الله. بسم الله، تفك كل العقد اللي موجودة في الظهر الآن. حصل طقتين عندك، 4 طقات في ظهرك صح؟ لا. طيب قولي بسم الله كمان مرة، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا فيها من العيون، تفجر هذه العقد بأمر الله كلها، تفجر هذه العقد بأمر الله، تفجر هذه العقد بأمر الله، تفجر بأمر الله. حصل عندك رجة في ظهرك؟ لا. طيب حركي ظهرك كده شوف الآلام راحت ولا لا. راحت. قولي الحمد لله، ليش تقولي راحت؟ قولي الحمد لله. الحمد لله. طيب عندي ألم كتير في اليدين اليمنى، ماسكة التليفون، لا جتني ألم كبيرة. طيب حط بقى التليفون كده ثانية كده وقولي بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضرب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم بسور من له باب، تضرب عنق كل خبيث يسكن في هذا الجسد الآن، تضرب عنق كل خبيث يسكن في هذا الجسد الآن، تضرب عنقه. يدك اليمين حصل فيها رعشة؟ لا. طب حصل فيها تعرق؟ هو أنت أحسن الحمد لله. أحسن؟ طيب إذا حركي كده ظهرك وحركي رقبتك، ما فيهمش ألم ولا دراعك فيه ألم صحيح؟ ما عادش فيهم الألم اللي كنت بتعاني منها صحيح؟ غير جاوبيني يا أستاذ. أكتاف، أكتافي شوية أكتاف. لا بقى ده احنا هنفضل بقى للصبح. تعالي يا أستاذة قدام القمر. قولي بسم الله. بسم الله. انا مش عايز بس يعني عندك كلام، ما تخلينيش يا ابني ادعي على اقعد، يلا سكت يلا، قولي بسم الله. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فجرنا فيها من العيون، تفجر كل العقد اللي موجوده في الاكتاف الان. حرك كتافك ان شاء الله مش هتلاقي فيها حاجه صحيح؟ والله العظيم عندي شوية أوجاع، رجعت لي شوية أوجاع في الأكتاف. يا أستاذة الأكتاف دي أنت نعم لسه فاكراها دلوقتي صح؟ صح. طيب حسبي الله ونعم الوكيل في كل شيطان. قولي بسم الله لو سمحت كده، بسم الله. غمضي عينك، وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا فيها من العيون، تفجر كل العقد اللي موجودة في الأكتاف بتاعتها الآن. حركي كتافك هتلاقي الألم خف فيها. عندي شوية رجة في الظهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قولي بسم الله يا حاجة كده لو سمحتي. بسم الله.
صلى الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي، 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 صلى الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي. اللهم اشفي عمتك، تنكأ لك عدوا وتمشي الى صلاه. لو سمحتي قومي دلوقتي حركي جسمك، مش هتلاقي فيه الام باذن الله. وشوفي وضع جسمك عن ما كنت مكلماني، ايه الفرق؟ ممكن لو سمحتي؟ حاضر. في واحدة بتكون مطلقة حلمت إن أنا لابسة عباية، طبعا لبس العباية في المنام دليل على زواج ليكي، وربنا سبحانه وتعالى ينعم عليكي بهذا الزواج قريب جدا، فاسأل الله عز وجل من فضله. ما هو سبب النبض المتنقل في الجسم؟ سببه عين، أو ربما إن يكون ده نزغ من الشيطان، وربنا بيقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هو أنت بتعملي إيه يا حاجة الله يرضى عنك؟ يا أستاذة، نعم، راحت الآلام اللي عندك صح؟ راحت في الرجلين، راحت وفي الكتف شوية، ما زالت طيب، واللي موجوده في رقبتك راحت صح؟ واللي موجوده اسفل ظهرك راحت صح؟ واللي موجوده في أسفل معدتك راحت صح؟ في معدتي، راحت في ظهري الأسفل، راح جيست في ظهري ما بين رقبتي وظهري الوسط، الوسط غير شوية. طيب لو سمحت شوف اي حد يعمل لك حجامه كده ينظف لك الدم بتاعك، واطلع معايا اتصال مره تانيه. خلاص؟ لكن انت بنسبه حاضر، 80% ل 90% من اللي كنت بتعاني منه خلاص اختفى، صحيح؟ صحيح، خلي بقى حد ينظف لك الدم بتاعك ده لو سمحتي. طيب، شكرا، الله يخليك، بارك الله الله فيك. يخليك.